أستاذ محمد، يعني أيضا ماذا فعل الحقوقيون في البرلمانات السابقة اللي صاروا نواب للقوانين المعطلة عمليا، وإلى أي درجة يعني بالإمكان أن يكونوا نبراس أنه بالإمكان أنه إحنا نمضي كحقوقيين في تفعيل خبراتنا ونشاطاتنا حتى نمشي هالقوانين الواقفة؟ بصراحة دكتور شكرا على السؤال. المفروض نتشخص شنو الأسباب اللي خلت هاي القوانين تكون معطلة، يعني نشرع بعض القوانين اللي هم يحتاجونها، والقوانين المهمة جدا تبقى عرف وما تتشرع. السبب باعتقادي الرئيسي هو التوافق السياسي والمحاصصة. هذا الموضوع باعتبارنا احنا قانونيين ومحامين، واحنا يعني اكثر الناس على دراية بموضوع القوانين الدستورية والقوانين بشكل عام. كل الأنظمة البرلمانية بالعالم هي تحكم من قبل بالبرلمان معارضة، واللي هي المعارضة السياسية اللي الهادفة وليس لغرض تعطيل عمل الحكومة. لو كانت لدى البرلمان العراقي معارضة سياسية حقيقية هادفة لما كانت تعطل أي قانون، لأغلب القوانين كان مضت بأريحية بسبب. يعني تعتقد بأنه الحل الأغلبية السياسية؟ أعتقد الحل بالأغلبية السياسية مع المعارضة لغرض تقويم عمل الحكومة. هذا بالنسبة للنظام، لأن إحنا نظامنا برلماني، فالنظام يعني البرلماني الأغلبية يحتاج السياسية تمرر القوانين المعطلة. الأستاذ العزيز دكتور، هو الغرض مو أنه هي حتى تمرر القوانين. لا مو موضوع القوانين المعطلة. تمام. هل تعتقد بأن الأغلبية السياسية حل للقوانين المعطلة؟ أنا اقترحت المعارضة داخل الأغلبية مع الأغلبية السياسية في البرلمان العراقي راح تقوم عمل الحكومة بشكل صحيح، وراح تساعد على تفعيل كل القوانين المعطلة. وهناك كثير من القوانين المعطلة والمهمة والأهم يمكن قانون النفط والغاز، كثير من القوانين اللي هي تعطلت لأسباب يعني ما حد يعرف شنو أسبابها بصراحة. بالنسبة أنك كحقوقيين أو محامين، طبعا هذا دورنا الرئيسي. إذا وصلنا للبرلمان العراقي، الهدف الرئيسي هو تشريع كافة القوانين المعطلة والمهمة جدا. وعلى سبيل المثال ومهم جدا، قانون مجلس الخدمة الاتحادي الكل يعرفونه، ما أعرف الشباب الجمهور مطلع على الدستور أو لا، لكن إذا يراجعون نص المادة 107 راح يلاحظون هذا القانون الضابط لمسألة التعيين. هذا راح يكون شيء أولا راح يقضي على موضوع المحاصصة، راح يقضي على موضوع أنه هناك يعني ماكو كفاءات مستغلة مكانها بشكل صحيح. راح الكفاءات راح يأخذون ودورهم الحقيقي بالإدارة، وراح يعني يوضح لنا شيء مهم، أنه الكل سواسية، ماكو تميز، ماكو هذا الحزب يميز عن هذا الحزب بتعيينات معينة أو كذا، أو وعود تعيينات كاذبة غير حقيقية، لأنه تعرف كل البرلمان هو دوره تشريع ورقابي ولا علاقة له بالأمور التنفيذية.